اوكي دي كلها والناحيه الثانيه لف المربع. اوكي افرج الاط بعدين المرتبه دي كلها يلا ان شاء الله على الفات اللي احنا بنشيله. شايفين كميه الفات عندها هنا؟ زي ما شايفين يا جماعة دي الحالة اللي عملناها دلوقتي. بقى لنا كام يوم؟ بقى لنا كام يوم؟ 8 تمام. لسه الدنيا متورمة شوية لكن ايه فرق كبير عن قبل وبعد. دلوقتي من قدام